عايزة أسأل فضيلة الشيخ، عندي سؤال. اتفضلي. أول سؤال، أنا ليا حماتي جوزها متوفي ليه 3 شهور، الله يرحمه يا رب. اتفضل. ربي يخليك، وهي ما بتطلعش بره، بتقول إن أنا ما ينفعش إن أنا أطلع بره عشان جوزي توفى. تمام. هو هل جوزها متوفي ينفعش إن هي تطلع بره خالص أو تمشي في الشارع؟ تمام. هي ما بتطلعش خالص حتى انها تعمل اي التزامات عليها او كده، هي تقضي اي كان في التزامات بس عليها. ورق بتاعه هو بتاع المعاش وكده خلصته، تمام، وبعد هنرد كده عليك. خلاص، حتى ما كانت كنا احنا بنخليها تروح، لكن بعد كده قالت لا ما ينفعش انا اطلع بره عشان ما حدش عليا وكده، وانا المفروض ان جوزها مات ما تطلعش بره. هل طيب، ده صح ولا؟ هنرد عليك. يا حاضر، في اي استفسار تاني؟ تمام، شكرا يا أميرة. فكرة الزوجة اللي زوجها توفى، نعم ايه حدود اللي هي بتفضل قاعدة في البيت ما تطلعش من البيت خالص؟ نعم بالنسبة للزوجة التي توفي عنها زوجها، معلوم أن عدتها 4 أشهر و10، الذين يتوفون منكم والذين يتوفون إلى آخر الآية، عدتها 4 أشهر و10. هذه المرأة التي توفي عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها، في بيت زوجها، البيت التي كانت تعيش فيه، ولا تخرج منه في هذه الفترة إلا لحاجة، إلا لحاجة ملحة، كأن يكون مثلا عزاء واجب أو زيارة مصلحة واجبة مثلا أو مهمة. مصلحة ما يعني تخص الأولاد وتخص الحياة الزوجية وما إلى ذلك بالضوابط الشرعية، طالما أنها تخرج بزيها الإسلامي المنضبط فلا شيء في هذا، ما دامت أن هناك مصلحة ملحة لخروجها من بيتها. طب يعني لو واحدة بتشتغل نعم. وزوجها توفى، هل الأولى تنزل شغلها ولا إنها تسيب شغلها وتقعد؟ لا، احنا مش بنقول ان هي تسيب شغلها، آه، بتقضي شغلها وترجع على بيتها. فدي المصالح، الحاجات مصالح، مصالح الخاصة. اللي هي أصلا تتكسب منها، ربما يكون هو ده الرزق اللي بتتكسبه لأولادها، بالظبط، ضروري وهو ده نوضح ضروري. التفاصيل دي، لأن في ناس بتفتكر إن أنا لازم أبقى مقيمة لا في لا، البيت ما أطلعش منه أبدا. ضروري انه الست تواكب العصر اللي هي عايشه فيه، ولو كان في مصلحه ما مهمه عليها ان تقضيها، ولو كانت هذه المصلحه تخص الاولاد ضروريه، لا ينبغي ان تتغافل عنها. لا، انما هي تعتد وتخرج للضروره ثم تعود مره ثانيه الى بيتها. فكرة لو ست كبيرة وإنها عايزة تروح تقعد عند بيت ابنها مثلا أو بنتها، نعم، دي تعتبر من الضروريات؟ هي دي مش ضروره، عايزه تقعد لي في مثلا حاجه يعني معينه، نفسيا تعبانة والدتها محتاجة حد يبقى يساندها. هي فتره معينه الله سبحانه وتعالى حددها، فمكوثها في بيتها هذا اصل، تمام، حتى كما نعلم ان من الحكمه حتى يتبرأ الرحم وما الى ذلك، ثم بعد ذلك لها ان تخرج ولها ان تذهب ولها ان ترتبط ان كانت تريد الزواج يعني تمام. برجل اخر. وحضرتك زي ما قلت ان في المصلحه وفي الضروره، ودي نعم، اكيد نسبيه راجعه لكل حاله بعينها، يعني حسب الحاله جايه تقول ظرفي كذا فتاخد فتوى في بس الحاجه. ما نكونش يعني ايه نرخص لهوانا، يعني صح، الموضوع مش يبقى فيه تساهل لدرجه انه انا مثلا رايحه عند اختي ده مصلحه، ده انا رايحه عند فلانه ده مصلحه ايوه مهمه. لا، بالظبط، يعني الاصل ان تمام تمكث في بيتها الى ان ينتهي الى ان تنتهي العده. الى ان تنتهي العيد. نعم، ربنا يبارك في حضرتك الله شيخنا. يكرمك.